الراديو 90 90 هواها مصر. يا مساء الفل على مستمع الراديو 90 90 هواها مصري. احمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا. يمكن ما اسعفنيش الحظ ان اكون موجود معاكم طبعا بعد الحادث الارهابي اللي وقع يوم الجمعة، ولكن تابعته زي ما كلكم تابعته طبعا، سواء على موقعنا المتميز مبتدا كان بيدينا صراحة الاخبار اول باول وهي اخبار حقيقية، بالاضافة طبعا تابعت على قنواتنا دي ام سي زملائنا المختلفين كمان في راديو 90 90 صراحة كان عندهم تغطية هائلة للحادث من ابعاد كتير جدا. تابعت زميلنا العزيز محمد علي خير واستاذ معتز مهابة رامي رضوان، كلهم بصراحة عملوا مجهود مهم جدا. كان نفسي اطلع واتكلم واشوف وواسي الناس وحاول طبعا اقدم تعازي راديو 90 90 وحال بلدنا في هذا الحادث الارهابي اللي تناولته كل وسائل الاعلام بابعاد مختلفه كتير جدا، سواء من السادة الشيوخ اللي كانوا موجودين، سواء التعازي اللي جات لنا من كل الدول العربيه والاوروبيه والامريكيه، كل الدول قدمت تعازي، ويمكن كانت نقله شويه في انطباعات الدول الخارجيه عن الارهاب. يعني يمكن سيادة الرئيس اكتر من مره اكد ان مصر بتحارب الارهاب عالميا مش في المنطقه بس لوحدها. اعتقد ان في خلاص الفكر بدا يتغير شويه في الموضوع ده. ناس كتير بدات تتكلم على موضوع التعليم ولازم التعليم يكون ليه دور اساسي في الموضوع. يمكن لاول مره هتكلم كهنا كمستشار وزير التربيه والتعليم عن الموضوع. التعليم اكيد الفتره اللي جايه في تغيير تماما هيحصل، سواء في المناهج، سواء في الحصص التربيه الوطنيه، سواء في بعض القرارات طلعت الفتره اللي فاتت من وزير التربيه والتعليم عن رجوع الاذاعه المدرسيه تانية، عن رجوع اول حصه في العام اللي في اليوم الدراسي تكون عن الموضوع الارهاب. نحاول نمثل ازاي للناس الافكار ولطلابنا. منظومة التعليمية الجديدة من سبتمبر 2018 هيكون فيها تغير تام، عشان كده هنبدأ فيها من مرحلة رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائي اللي محتاجين فعلا تغيير في الفكر عشان يقدر يغير فعلا ويقدر يعرف يعني إيه إرهاب ويعني إيه فكر متطرف، نقدر إزاي نحتويه. سلوكيات كتير تتغير بمنظومات كتير جدا ممكن بقى أكلمكم عليها بالتفصيل، سواء نظام التوكاتسو الياباني أو حاجات كتير جدا. ولكن بختلف مع بعض الناس ان احنا دلوقتي عشان نطلع منتج مختلف من التعليم من طلابنا، احنا بنتكلم على استراتيجية 2030 2018 12 13 سنة العام الدراسي، فبنتكلم في 2030. طب هنستنى لحد 2030 لحد ما ناخد منهج مختلف؟ لا، بنشتغل على التعليم دلوقتي، بنشتغل على المدارس دلوقتي، بنشتغل على المساجد دلوقتي، بنشتغل على الكنائس دلوقتي. ولكن اعتقد لاول مرة هتكلم في رأيي، لا، الموضوع دلوقتي محتاج حاجتين مهمين جدا، وهو الدور الامني ودور الاعلام. اعتقد دول اهم ادوار اللي يقدر بيها نمنع كوارث كتير جدا. ناس كتير بتقول اه لسه في ممكن يبقى في مزيد من الحوادث، بتمنى تكون دي اخر حادثه. طب ما نشتغل عليها ان هي ممكن تكون اخر حادثه، ان احنا نشتغل الاعلام يقدر يوعي ازاي، نقدر نشتغل ازاي بالجهود الامنيه للصراحه على قدم وساق رجالتنا من رجاله وزاره الداخليه او القوات المسلحه. عندنا بيان كمان النهارده من وزاره الداخليه عن المجهودات اللي بتتم اول باول القوات المسلحه، اجهزه الدوله المختلفه. الصراحه الدوله كلها اتحركت تحرك مهم جدا بعد هذا الحادث. وزاره التضامن دكتور غاده والي، ناس كتير اتحركت صراحه، سواء للاسر او سواء للقريه دي تحديدا بئر العبد او الروضه، في ناس كتير اتحركت. ولكن اعتقد دور الاعلام هو الدور الاساسي دلوقتي، والدور الامني بشقايه بقى كتير، في دور مهم جدا اعتقد احنا غافلينه ولكن الجماعات الارهابيه بتشتغل عليه. احنا مش في ارهاب التسعينات على فكره، ناس بجلاليب بتاخد سلاح تنزل ترمي شنطه او تنزل بسلاح تفجر، لا لا، ده على احدث مستوى. احنا بنحارب اجهزه مخابراتيه وبنحارب دول وبنحارب فلوس كتير جدا في امن المعلومات نفسه. ده حاجه مهمه جدا 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 هم بيشتغلوا عليه. يعني امن المعلومات هنعرف النهارده في الحلقه مزيد من التفاصيل عن الموضوع ده من دكتور عادل عبد المنعم خبير امن المعلومات. السوشيال ميديا دورها ايه في الحوادث الارهابيه؟ الانترنت عامة دورها ايه في الحوادث الارهابية؟ بيشتغلوا عليها ازاي؟ كل ده هنقدر نشتغل عليه. احنا ازاي مكشوفين؟ لو تفتكروا الاسبوع اللي فات في اخر حلقة كنا نتكلم على اجهزة الدولة، تحديدا اجهزة المخابرات العامة وكشفها لقضية كبيرة جدا، بتشتغل على تسجيل مع المكالمات، وبتشتغل على ازاي بتقدر تليفونك او كل وسائل الالكترونية انت بتستخدمها تبقى مكشوفه. كل ده هنستفسر منه النهارده من دكتور عادل، وهنفيد بعض النهارده بان احنا ممكن ازاي نقدر نحافظ على المعلومات. الجروبس الكتيره اللي موجوده على الواتساب وموجوده على السوشيال ميديا واتيفر بقى الفيسبوك ولا تويتر ولا الكلام ده كله، في شغل كتير بيحصل على ده. ده هنفهمه النهارده، زاويه تانية بنعالجها النهارده في الحوادث الارهابيه. يا رب ان شاء الله الحلقه تعجبكم. النهارده في بيان مهم جدا من وزاره الداخليه لسه جاي لنا
من إدارة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية. أفادت وزارة الداخلية أن انطلاقا من جهود وزارة الداخلية لإجهاض مخططات التنظيمات الإرهابية الرامية إلى دفع عناصرها لتصعيد نشاطها العداء المسلح بهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار بالبلاد، فقد تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد تحركات لبعض قيادات المجموعات الإرهابية. الخبطات الاستباقية بقى اللي بنتكلم عليها دايما، يعني الإرهاب انت مش تقدر تأمن جامع وهتقدر تأمن كنيسة طول الوقت لعدد الجوامع الكتير والكنائس الموجودة، وهتقدر تأمن أفراد مش هتمشي مع كل واحد، والخبطات الاستباقية واللي عمله الأمن الوطني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، انك تقدر تكشف معلومات، تقدر تكشف المجموعات الإرهابية دي بتعمل ايه. النهارده في مجهود كبير تم الصراحه، البيان كله هيبقى مع زملاء المختلفين طبعا في الدقيقه الاولى، ولكن اسفر عن نتائج كتير جدا، وتم ضبط عدد كبير من الشخصيات الارهابيه، 6 منهم النهارده ويمكن اسمائهم موجوده، هنتولهم ان شاء الله على مدار اليوم. نبدا نستقبل ضيفنا الكريم دكتور عادل عبد المنعم خبير امن المعلومات، نستفسر منه نفهم منه، هتفرق معانا كتير جدا. 199 9 رقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66، او ممكن نتواصل مع بعض من خلال صفحتنا على الفيسبوك سلاش الراديو 9090.